يدخل محمد. اي من الجانب الثاني يا محمد. سعد كريم وكريم قد الهدف الثالث للزوراء. مهرجان من الاهداف الزورائية في ملعب الشعب. اهداف زورائية متتالية وجمهور الزوراء تلك الفرحة ويدخل للملعب ورايات البيضاء. استسلم فريق الطيران بعد ان كان يضغط وسجل هدف في مرماه والثاني لذلك عادل الهدف. شوف بين المدافعين يتلعبون بالمدافعين ويسددون الى المرمى. ثلاث اهداف زورائية بمرمى الطيران. وكريم صدام هدف رقم 29 هذا الموسم. وجمهور الزوراء